مساكم الله بالخير حبايبنا الغاليين، حياكم الله على مرحبا. اليوم عندنا فعاليه، من اللي بيضبطها الدكتور فيصل. طبعا على كلامه يقول مفطح سلمون، يعني مفطح سمك. تعالوا خلنا نشوف اليوم الفعاليه عند الدكتور فيصل. يا مرحبا، حياكم الله. الله يسلمك. اليوم مفطح سلمون ان شاء الله. مفطح سلمون ان شاء الله. سلام، يعني مفطح سمك. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. شوفوا هذه السلمون، هذه حبتين ولا كم؟ هذه ثلاث حبات طال عمرك، وعندنا رز مكسيكي ان شاء الله بعد مع المفطح. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. المكونات طال عمرك شبث، ايوه، كزبره، ليمون ابو زهيره، هذا خاص بالرز. اما السمك عندنا التتبيل الان فلفل اسود وليمون مع بهارات باربيكا مع كركم، بهارات الدكتور سبايسي طبعا. اي نعم، فلفل اسود، فلفل مجروش، بهارات بيضة، بهارات مشوي مندي، عندنا الزبدة أيضا راح نضيفها مع الرز. يا سلام. طيب وهذا وش هو اللي في العلبة؟ هذه العلبة دبس رمان أيضا راح نضيفها، ما شاء الله عليك أبو حسين. هذا وين؟ هذا راح نضيفها للتتبيلة. يا سلام، هذه تتبيلة؟ تتبيلة السلمون. يلا بسم الله تبدأ الآن خلطة التتبيلة بإذن الله. ولاحظنا إحنا ما نحط زيت لأن السلمون فيه زيوت أصلا، فنكتفي بالليل. بسم الله، نضيف الكركم شوي، نضيف البابريكا، نضيف البهارات البيضاء، نضيف البهارات المشوي والمندي، باقي الفلفل المجروش نضيفه للنكهة. طبعا اللي يرغب واللي ما يرغب صح؟ نعم. يصير سبايسي الحين. لا ان شاء الله. هاي موزونة. باقي الملح الناعم نضيفه بما يقارب ملعقتين. والان نحركه، نحرك المزيج عشان تبل فيه السمك. ونصب التتبيلة على مفطح السلمون. مدة كم؟ مدة ساعة تقريبا. خليه متبل مدة ساعة. اي نعم. والان ندعك السمك مع الجهتين. الان نحط البصل كطبقة قبل ما يدخل السمك للفرن. يعني هذا بيكون تحت السمك. علشان ما يحترق، نعم. يس. السمك فوق طبقة البصل قبل الفرن. بسم الله. كم وزن الوحدة تقريبا يا دكتور؟ ممكن 4 كيلو تقريبا. طبعا كل ما زاد وزن السلمون كل ما زاد وزن الأوميجا 3. والآن نحطه بالفرن. سكر الفرن لمدة 45 دقيقة. وهذا الرز المستخدم، الرز البشاوري، لكل شخص بيالتين، وراح نغسله غسل بسيط. والآن نبدأ بتحضير رز بنو. هذه مرقة اللحم بديل للنكهة، أو تحط مرقة ماجي. طبعا مرقة اللحم حنا ما نرميها، نستفيد منها، نجمدها ونستخدمها. يعني هذه مرقة لحم سابقة ومجمدة. نفرج عن مرقة اللحم. في النعجان. ما شاء الله تبارك الله. في البداية لازم النار تكون عالية علشان الرز يتمدد. ما في مشكلة، نخليه مكشوف لين تنشف مويته. والآن نضيف ليمون أبو زهيرة مع الكزبرة والشبت علشان يتناظر مع الرز ويتجانس. والآن نحرك الرز تحريك خفيف. والآن نصب زيت الزيتون علشان نحمص البصل. هذا ديكوريشن. نعم. بهارات مشكلة وكركم وفلفل مجروح. والآن نضيف الزبيب. والآن نقشر الرز. الرز جاهز الآن. سولو ما شاء الله تبارك الله. سمك جاهز. ما العافية ما العافية دكتور. خطير دكتور. ما شاء الله تبارك الله. مع الطحينة. بالله شوف السمك، حركها بالملعقة خلنا نشوف اللحم. ما شاء الله تبارك الله. من هنا الله.
بعد بهارات الدكتور سبايسي، كل ما يحتاجه الطهات، تحضر من أجود الأنواع الطبيعية وخالية من المواد الكيميائية والمنكهات الصناعية، مفحوصة في مختبر سلامة الغذاء ومطابقة لمواصفات الجودة. تابعت الجديد على سناب وقناة أبو حزام في اليوتيوب.